السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو ميناج، يعني برودوي ديال الميناج. غادي نهضر لكم على المسحوق اولا شنو تستعمل انا باش كنظف الملابس ديالي. دونك فوالا غادي اول حاجه بغيت نهضر لكم على هاد اريال، هذا اللي مكتوبه فيه اليمي لي تاش ديفيسيل. و سي فري البنات، من الصبينه الاولى تيحيد لك الطبايع، يعني تتحط لاحظي بان الطبايع ايفيكتيفمون بدات كتحيد، حتى ديك الطبايع اللي كيكونوا قدامين و زعما كاينه ما كيتحيدوش فاسيلمون. فوالا، دونك اوتوماتيك كيخدم حتى الماكينه العاديه. فوالا، انا عندي ماكينه اوتوماتيك ولكن كيخدم حتى بالماكينه العاديه. فوالا، وكاينه بروموسيون البنات، كاينه بروموسيون هادي، كاينه هاد لابون كلها كدير فيها 7 كيلو و كيعطيوك معاها هادي غراتويتمون. فوالا، كيعطيوك هادي غراتويتمون اللي فيها كيلو و 400، يعني تقريبا كيلو ونص. فوالا، هادشي اللي كاين سي فريمون كيلو ونص. فوالا، زوين بزاف وفيه الرائحه ديال داوني، داك السائل ديال داوني. فوالا، اللي كنعطرو به الملابس ديالنا، فزغير زوين. هذا هو اللي تنستعمل انا حاليا باش نظف الملابس ديالي. فريمون تيخرجهم و تيشعلو تيقشعو كيف كنقولو. و تمن نسيت عليه التمن باسكو خديتو من كارفور، ومعرفتش التمن لانه كيعطاني معاه، خديت معاه حوايج خرين. المهم دايرين بروموسيون، هادشي اللي كاين 7 كيلو بلوس كيلو ونص، يعني راه 7 كيلو 8.4 كيلو، يعني 8 كيلو باردون و 400. فوالا، وكيف قلت لكم هاد اريال غني عن التعريف، يعني ما غاديش نهضر لكم، يعني راه هو هضر على راسو. فوالا، دونك كنستعمل اريال هذا الخضر حيت كاين زرق، انا كيعجبني هاد الخضر لانه توب. فوالا، الحاجه الاخرى هذا صراحه شنو نقول لكم، تقدروا تلقاوه في المغرب تقدروا ما تلقاهوش في المغرب. فوالا، حيت انا كتجيبوا لي واحد السيده عايشه في الخارج، عايشه في اسبانيا بالضبط، فكتجيبوا هذا غزاله البنات ديال الصابون ديال الحجره، وفيه نيت الريحه ديال الصابونه ديال الحجره. فوالا، نغسل بيه سورتو الملابس الداخليه ديالي. فوالا، الملابس الداخليه هي باش كنستعمل هاد الصابون ديال الحجره. راكم عارفين الملابس الداخليه شنو هما، لي سوتيان كورش اي بيان سور لي كيلوت ديالنا. فوالا، تو سامبلومون. وتقدروا تستعملوا حتى الملابس ديالكم كاملين، غير انا كنقتصد به لانه ما تلقاش فاسيلمون. فوالا، فكنخلي غير الملابس الداخليه ديالي، صراحه غزال بزاف زوين، وتيخلي واحد الريحه ديال الصابون والحجره هكا كيخليها في الملابس ديالك الداخليه، وزوين بزاف. فوالا، الثمن بيان سور ما غاديش، ما عرفتش لانه تيجيني غراتويتمون. فوالا، ما عرفاش، كنتمنى نقلب عليه مازال ونحاول نلقى نحاول نقلب عليه ونلقاه في شي بلاصه كيتباع. فوالا، تو سامبلومون سميتو مارسيلا، مارسيل مارسيا مارسيل ها جوسبا كوا سي بون. فوالا، كنتمنى الى لقاتو البنات خلي ليا كومونتير وتقول ليا فين لقاتو. فوالا، البوشون ديالو بحال هكا، الغلاقه ديالو بحال هكا، يعني كتعبري بهاد الغلاقه كافيه. فوالا، الريحه ديالو زوينه بزاف، وريحه صابون الحجره. بغيت دونك فوالا، الحاجه الاخرى اللي تنستعمل انايا للطبايع، فما كنبقيش كنستعمل او جافيل لانه بون ما زوينش نهائيا لا على البشره لا على الملابس. فانا كنستعمل فانيش، هذا غير غلاقه منه في الحوايج سواء الملونه او البيضه اللي بغيتي، يعني زوين بزاف حتى هو، كيحافظ على الملابس يعني ما تيخسرش الالوان نهائيا، يعني تتبقى الالوان في اللون الالوان ديالها طبيعيه. فوالا، كغلاقه غير من هكا غير من هادي، فهي كافيه
وزوين يعني كدي من اول تصبينه تيبان لك بانه ديجا اريال راهتي يقضي على الطبايع الصعيبه، ومع هذا فكيخرج الملابس كيقشعوا صراحه، كيخرجوا الملابس هكا كيديروا تتنشريهم يعني تيبان لك بانه فريمون راه كاين واحد كاين فرق كبير بينه وبين المساحيق الاخرى والسوائل الاخرى. فوالا بغيت دونك فانيش هذا غير بالنسبه للطبايع و فوالا تو سامبلومون. فهو انا كنستعمل جوج غلاقات لانه بانت لي الغلاقه صغيره، وانا شويه تنستعمل جوج ديال الغلاقات من هذا في الاله التصبين. فوالا فوالا دونك شنو مازال الحاجه الاخرى البنات غادي يضحكوا عليا، ولكن ولفت هذه القضيه المساله هذه، وهو انني كنستعمل هاد الكحول اللي كناخذو من الفارماسي اللي فيه 86% يعني ديال 86% البنات، كاين 90 كاين بون، ولكن انا كنبغي هذا اللي ديال 96 فوالا لانه مزيان بزاف. كناخذو من بارا خدي كناخذو 90 درهم واقيلا، ولا 80 درهم واقيلا، المهم 80 درهم فوالا فيه لتر باردون في 1 لتر فوالا. كنستعملو فاش كنستعمل فاش كنبغي نشل الملابس ديالي سورتو الملابس الداخليه فوالا، واحد القطيرات هكا في الماء فوالا سورتو الملابس الداخليه، لان لا ماشين ديالي كتشد راسها. غير انا الملابس الداخليه ديالي تنبغي نفركها بيدي فوالا، كنبغي نرقدها بيدي ونصبنهم بيدي، فكنبغي نشللهم في اخر المطاف بلا الكول قطيرات، ماشي هي الكول، سمعوا الكول تقولوا راه كاس كبير ولا شي حاجه، راه غير قطيرات خفاف هكا باش كيقضيو على البكتيريا على لي ميكروب على بزاف الحوايج. كنعرفوا بان ديك المناطق الحساسه ديالنا فهي دغيا كتافيكت علينا اولا كتصاب لينا بالامراض وداكشي، دونك من الاحسن حل الملابس ديالنا كنلبسوهم وكنعاود نلبسوهم وكنعاود نلبسوهم. دونك بون انا كنلقى بانه من الاحسن نديزانفيكتيون بهاد الكول فوالا. انا كندير واحد القطيرات البنات بغاف ديال الكول هكذايا كناخدو من البارا فارماسي، وكنشل الملابس ديالي الداخليه سورتو كيقول ففريمون شي حاجه طوب فريمون طوب. فوالا فوالا هادشي اللي كاين البنات، هادو هما باش كنظف الملابس ديالي. فوالا فوالا هادشي اللي كاين، كنتمنى هاد لا فيديو هذا ينال اعجابكم، الى عجبتكم بيان سور لايك كومونتير، بيزو بيزو، اي على لا بروشين.